طب يا محمود، ايه الاخبار؟ اشرح لحضرتك. بص، قول لنا بقى، ده اللي ده اللي يعني هتشارك بيه في المسابقة؟ لا ان شاء الله في مكنة تانية هتكون احسن، اصغر في الحجم، فيها اوبشن اكتر. يعني دي بتعمل قهوة تركي بس، ده بروتوتايب. دي بتعمل قهوة تركي بس، مظبوط ولا ريحة ولا ايه؟ طيب ما احنا نشرح لحضرتك المكنة. ده هنا في الزرار، من هنا ده الزرار الستارت بتاعي. فوق شوية تهيألي أساعدك. أهو بس كده. ده الزرار بتاع الستارت، تمام. اول لما تشغل المكنة بيبدأ يظهر لك هنا انستراكشن شوية عن اسم المكنة، وبعد كده يعني اسم الأكاديمي الأول، بعد كده اسم المعهد اللي أنا فيه، بعد كده اسم المكنة بتاعتي اللي هو سمارت كوبي. دلوقتي عندي هنا الست سويتشات. أول زرار عليه الفنجان، تمام. تاني زرار عليه السكر، تالت زرار عليه كنسل، هنا الأوكي، وهنا دي علامة البن، وهنا علامة الكوفي، تمام. هنا دي كانت كلين. دلوقتي هو المكنة مش هتشتغل عشان خاطر ووتر ليفل از لو. المستوى المية قليل. هو دي حاجات كنت بعملها في السوفت وير عشان تبدأ تنبه الناس اللي هو تمام. في فعلا عندك في بروبلم حصلت، فدلوقتي منسوب المايه قليل. طيب اوكي، احنا ممكن نشرح عليها في الاحسن. نشرح من غير افتح كده، افتحها وشوف من جوه بس السيستم اشرح الاول بس السيستم من هنا. دلوقتي في 3 اوبشن بيطلعوا لك. اول لما تبدا تشتغل بيطلع لك ان انت تحضر القهوه، وبيظهر لك منسوب المايه، نسبه المايه عندك قد ايه، وبعد كده بيظهر لك ان انت تنضف المكنه. اوكي، ده ال 3 اوبشن. بتبدا تختار، سي مثلا انا عايز احضر القهوه، بتبدا تتك على الزرار ده، تمام. سي اللي انا عايز احضرها سنجل، هنا بقدر اختار كم معلقه طب بن. ايه اللي يفرق، يعني ايه اللي تفرق المكنة دي عن المكنة اللي احنا بنشوفه مثلا في المولات وفي ال سؤال حلو. حضرتك انا مش شايف. لا لا، انا شايف على الشاشة. شايف على الشاشة؟ تمام. في مكان الاول التركي العادي بيبقى عبارة عن تانك مية اوكي وبويلر وميكسر وبس. تمام. فبالنسبة لنا كمصريين الكلام ده مش يعني مش مفيد قوي. لازم تدخل الانسان فيه، لازم الانسان يساعدك فيه، لازم تحط السكر والبن بايديك. فعجبنيش طبعا الكلام ده جدا. بدأت ابص على مكان نسكافيه، بدأت ابص للسوق بيحتاج ايه، بيحتاج ضغطة زرار. مش عايز اعمل اي حاجة في حياتي غير نطق الزرار بمنتج قدامي. تمام. الزر ده عجبني جدا الفكر دوت. فبدات احط بدات ارسم على برنامج سوليد وورك، اتعلمته في معهد. البرنامج ده سيميليشن، بدات ارسم عليه المكنه بالدايمنشنز بتاعتي بكل حاجه. بدات اشوف الكميات بتنزل صح ازاي، السكرو، الحاجات دي كنت بتعلمها مواد في المعهد. السكرو مثلا سي بيتحرك كام لفه بينزل لي كام معلقه. بدات ان انا اطبق الكلام ده في الحقيقه، وفعلا نجحت واشتغلت معايا زي الفل. طب حلو قوي. دي يعني ده نموذج لمشروع مثلا لشباب مثلا عايزين يحسنوا ستارت اب دخلهم او يشتغلوا او بالظبط كده. يعني هي دي مش للبيت صح؟ او للبيت او للبيت. المنتج اللي جاي ان شاء الله، انا ده كان عندي فيه شويه بروبلم. الشكل العام بتاعه وحجمه الكبير، فده كان بروتوتايب كنت بجرب فيه الافكار اللي انا بفكر فيها دي صح ولا لا. طبقته هنا. اهم دلوقتي حاجه انت فكرتك هتعمل صح حاجة أصغر. بالظبط، ودي ان شاء الله اللي هخليها مفاجاه في المسابقه. هبدا اعمل اوبشنز كتير شويه، اللي هو بدات ابص على المكان بتاع بره، لقيت في اوبشن اللي هو لما تشيل التانك من مكانه يظهر لي على الشاشه زي ما انا حصل دلوقتي كده، اللي المايه ما فيش. كذلك يبدا يبان لي المنسوب على البن والسكر قد ايه، ازود فيها حوار القهوه التركي، مش تبقى تركي بس، فرنساوي وكمان اللي هي بلبن. حجمها يكون اصغر، في شويه اوبشن تانية اكتر، بس مخليه يعني المسابقه مفاجاه. طيب جميل جدا دكتور.